بيديه يشكل رزقه ويصنع بهما ما يكفي لكسب أكله فقط دون زيادة. من تراب أرضهم مخلوطا بمائها يصنعونها. أرخص ما تنتجه الأرض هو مجالهم الوحيد للرزق والعيش. فهذه الأواني الفخارية بمختلف أشكالها واستخداماتها تغطي نفقة أسر كاملة وتمنعهم من الموت جوعا. اشتغل في هذه المهنة ولم كسبنا أي شيء منها، وحالتنا صعيبة في هذا الشغل، والحمد لله شغالين أكل شربة لا ما نكسب منها أي حاجة. صناعة الفخار واحدة من أقدم الحرف اليدوية في البلاد، تراجعت بصورة كبيرة في الماضي خاصة حين قل عدد المقبلين عليها، لكنها وبسبب الحرب والانقطاع شبه الدائم للكهرباء ازدهرت أخيرا، إلا أن صناعتها لا تخلو من مشاكل إنتاجية عديدة. لم تعد المهنة سهلة، هكذا يقول العاملون فيها. هذه المهنة فقد تأثرت بعد الحرب تأثرا شاملا كاملا نتيجة لإقفال المنفذ القريب مننا، وبعد المنفذ الذي فتحوه وغلاء الحطب وبعد المياه ونزوح أصحاب المهن التقليدية. أواني الطبخ بعض من الأشكال الفخارية التي تحفظ الماء وتبقيه باردا طوال الوقت، وغيرها من المنتجات الفخارية معروضة للبيع هنا في سوق بمحافظة حجة. يبدو الإقبال عليه كبيرا مقارنة بأوضاع الناس في الحرب، لكن الأمر المؤسف أن هذه المهنة الشاقة مهددة بالاندثار، والعاملون فيها يواجهون صعوبات عديدة في الحفاظ على ما تبقى منها.